بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك تقدم بالتهاني لكل أهلنا بكل أطيافهم في محافظة نينوى ولكل أهلنا العراقيين. إن شاء الله مثل ما كان رمضان خير وبركة على أهلنا، وكانت مدينة الموصل أجمل مدينة تعيش ليالي جميلة جدا برمضان. إن شاء الله يكون عيد الفطر عيد سلام ومحبة وعيد خير على كل أهلنا إن شاء الله مثل ما كان رمضان متميز، وبشهادة الكثيرين من خارج المحافظة أجمل محافظة خلال شهر رمضان، عاشت ليالي جميلة جدا في شهر رمضان المبارك. إن شاء الله عيد أمن وأمان، ونتذرع للباري عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على